مليار جوج الملايير 600 700 مليون ديال السياره، وكان هاد المنتخبين ما خاصهم غير يركبوا، ما ترشحوا غير يركبوا، وعطى الله فين تنقصوا وتزيدوا للناس اللي خاصها تخدم والناس اللي موقفه البلاد، كله الا المعلم، كله الا الاستاذ. راه حشومه في وطني وعانوا في الاستاذ، راه تخاف على مستقبل ابنائك فيه، وراه ماشي غير انتم اللي خرجتوا للتعليم، حتى حنا خرجنا للتعليم. حنا انا براسي اللي كنتكلم خرجنا للتعليم، لان ملي كندوا ولادنا الخاص خرجنا للتعليم. ملي كنخو المدرسه العموميه وكنعطوا قيمه خرجنا للتعليم، كلنا مسؤولين، كلنا ما نستثني احدا. واليوم انت راه كنتحاسبوا معاكم، وراه كنقولها وكناكدها، راه في 2026 ما تلقاو 8 صوت صوتوا على رؤوسكم. لان المغاربه راه فقدوا الثقه بالعمليه الانتخابيه كلها، وفقدوا الثقه بصناديق الاقتراع، لانهم اللي كتطلعوا ما كتوفوش الوعود ديالكم. ماشي هذا هو المستقبل الذي ينتظر المدرسه العموميه، وينتظر الاستاذ المتعاقد قطاع من الاجور، ويمشي من الاخير يمشي للادانه ويمشي للحبس بحاله بحال اي مجرم من الحق العام. هذا راه عيب وعار. والله يجازيكم توقدوا معانا، الله يجازيكم، رانا عيينا بالكلام، راه ما كنتاقلوش من اجل الانتقاد، راه كنتاقلو من اجل مستقبل هذا الوطن، راه كنتاقدو بحرقه، لان كنقارنوا روسنا دول اخرى وكنشوفوا التعليم فين وصل وكنشوفوا نحن فين وصلنا، راه كنتاقدو على مستقبل الاجيال، على مستقبل بناتنا واولادنا. اما نحن لم يبقى في العمر متسع كبير جدا، احنا اللي عطى الله عطاه. اولا قبل ما يخرجوا هاد الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد للشارع، وقبل ما يخرجوا مجموعه من المواطنين على مطالب اجتماعيه معينه، وقبل ما يوصلوا للمرحله ديال القضاء والادانه، كاين المسؤوليه ديال السياسي. لانه كنقولها، كنقول على ان السياسي راه كيورط الامني وكيورط حتى المؤسسه ديال القضاء، لانه ما كيقومش بخدمته. هاد اليوم هاد الشيء اللي عايشينه اليوم نتاج سياسات عموميه. هاد الموضوع ديال الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد مطروح قبل الانتخابات، وركبت عليه الاحزاب السياسيه. وانا غادي نخليكم تسمعوا خطاب لرئيس الحكومه، ما جبتوش انا من عندي وما كنتهم انا حد، ولكن انا مواطن كنسمع وعد كيتعطى بتسويه وضعيه هاد الاساتذه وزياده 7000، واعطيهم 7500 درهم، يعني ما شحال غادي نزيدوهم. وكنشوف كيفاش رئيس الحكومه كيشرح في البرنامج الحكومي ديالو، يقول هذا دابا برنامج حزبي، ولكن الا كنا في سده القرار السياسي غادي يتطبق. ما كنجيبش انا هذا الشيء من عندي، هذا حزب اللي كيقود الحكومه باع الوهم لهاد الاساتذه، باع الوهم لمجموعه من المواطنين. ماشي غير هو، حتى الاحزاب المشاركه في الحكومه بما فيها حزب الاستقلال ركبت على الموضوع، كل شركه بالموضوع على الموضوع ديال الاساتذه، ووعدهم بتسويه الوضعيات. بل قال احد وزراء الان او يعني الناطق الرسمي باسم الحكومه، قال على ان هناك حلول مبتكره في ملف الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، وما كيسمون الاساتذه المتعاقدين. فين هي الحلول المبتكره؟ واش الحلول المبتكره اقتطاع الاجره واعتبار التظاهر اللي هو حق يضمنه الدستور، كنعتبروه اليوماتيه غياب عن العمل وقطع طول الاجره ديال الاستاذ؟ واش هذه الوعود اللي وعدتوا بها الاساتذه؟ واش هذه الوعود اللي وعدتوا بها المعلمين؟ واش هي هذه الوعود اللي وعدتوا بها المواطنين بصفه عامه؟ واليوم جا وقت الحساب، راه كنتحاسبوا على سياسات عموميه قبل ما نحاسب شي حد اخر، قبل ما نخرج الشارع كنشوف انا الوعود اللي تعطات واللي ترفعات. راه بزاف، راه اليوم خليتونا وخليتوا المغاربه من هنا 2026 راه ما تلحق يمشي للعمليه الانتخابيه نهائيا، لانه كتبيع الوهم، لان الكذوب اللي كاين اليوم لا ملف تحل يا سيدي. هذا الملف مالو؟ واش ما نقدروش نلقاو حل؟ واش هل يعقل ان استاذ كيربي الاجيال يعتبر نفسه استاذا عرضيا، يعني على انه في اي وقت يمكن يجروا عليه؟ ولماذا؟ واش جينا حتى للتعليم وكنلعبوا معاه؟ جينا حتى لتربيه النشء؟ جينا حتى للاساس الذي يقوم عليه اي مجتمع متقدم وهو التعليم، هو المعلم؟ ونجو حتى لعندو نديرو له التعاقد بحالنا في مؤسسه منتخبه وكنتعاملوا معاه بحال العمال العرضيين، مع الاحترام التام لكل عرضي اللي كنتمناو يتصور الوضعيه ديالهم كاملين، ولكن الا التعليم، لانه خط احمر
ولانه هذا المستقبل ديال الجيل كامل اللي غادي يقود البلاد من القدام كتحطموه في مصلحه ماذا؟ في مصلحه خوصصه التعليم. وراه ماشي غير نتوما اللي خرجتوا للتعليم، حتى حنا خرجنا للتعليم. حنا انا براسي اللي كنتكلم خرجنا للتعليم، لان ملي كندوا ولادنا الخاص خرجنا للتعليم. ملي كنخون المدرسه العموميه وكنعطوها قيمه خرجنا للتعليم، كلنا مسؤولين، كلنا ما نستثني احدا. حتى كما قال احمد زكي ذلك الصمت العاجز عن الكلام، المواطن العاجز عن الكلام. اليوماتية بلا ما نبقاو نكذبوا على الناس. واش بغينا فعلا نضمنوا سلم اجتماعي ونضمنوا واحد استقرار داخل هذا الوطن ديالنا اللي كنعتبروا استثناء وكنعتزوا به؟ ترى خاص الوعود اللي ترفعك الانتخابات تحاسبوا عليها، راه ما درتوهاش. راه ماشي هذا هو المصير اللي كينتظر الاستاذ المتعاقب، ماشي هذا هو المستقبل الذي ينتظر المدرسه العموميه وينتظر الاستاذ المتعاقب يقطع من الاجور ويمشي في النهايه وفي الاخير يمشي للادانه ويمشي للحبس بحاله بحال اي مجرم من الحق العام. هذا راه عيب وعار، عيب وعار. قبل ما نوصلوا هنا نحلوا هنا في مكاتب رئاسة الحكومة، في وزارة التربية الوطنية، في وزارة التعليم، نحلوا المشكل هنايا قبل ما يمشي الملف وقبل ما يخرج الشارع. واش ما عندنا حلول مبتكرة؟ واش ما كنفكروا؟ واش ما عندنا استراتيجيات؟ واش ما عندنا خبراء؟ ولا هاد مكاتب الدراسات كتظهر غير في الانتخابات؟ واليوم تي راه كنتحاسبوا معاكم، راه كنقولها وكنأكدها، راه في 2026 ما تلقاو 8 صوت صوتوا على رؤوسكم. لأن المغاربة راه فقدوا الثقة بالعملية الانتخابية كلها، وفقدوا الثقة في صناديق الاقتراع، لأنهم اللي كتطلعوا ما كتوفوش الوعود ديالكم. حنا ما قلنا لكم البلاد كلها غادي تكاد مستحيل، وما تجي مرة واحدة غير الموت، ولكن على الأقل إلا التعليم والصحة هادو خاصهم يتصابوا وخاصهم يتقادوا. زدوا للصحة الله يعاونهم والله يبارك والله يزيد، وبغينا فيهم أكثر، ولكن التعليم باقي في مستاد متعاقل او فرض عليه التعاقد. هل يعقل؟ هل يعقل ان واحد الفئه جزأتوها فئه مرسمه وفئه عرضيه وفئه متعاقده؟ اشهد الشيء. ما هكذا ترد الابل يا حكومه المملكه المغربيه، رفقا بهذه الاجيال ورفقا بالوطن. واللي قال شي حاجه يطبقها. راه الكلمة صعبة جدا ملي كتعطي كلمة للمغاربة، راه ملي تعطي كلمة خاصك توفى بها، وإلا ما وفيتي بها خاصك تحيد. ما نقولوا لك نحن شي كلمة قال لك الواحد يفهم بلا ما نشرحوا شرح الواضحات من المفضحات. ما قدرتوش تطبقوا البرنامج ديالكم غادي تقولوا السوارت ها حنا ما قدرناش، كاين إكراهات محلية إقليمية دولية، كاين بزاف ديال الحوايج. جيتوا في وقت قلناها لكم، جيتوا في وقت تسعينا كورونا، ودابا تزادت الازمه الروسيه الاوكرانيه، تزادت بزاف ديال الحوايج. راه قلتها لكم، قلت لكم ماكم مباركين الله عاقين، ولكن مع ذلك راه كاين ما يدار. اعاده النظر في الميزانيات، تقليل الانفاق العام، التعويضات اللي كتشدوا، السيارات اللي كل مره كنسمعوا مجلس منتخب مره 3 مليار 2 الملاير 600 700 مليون ديال السيارات، وكان هاد المنتخبين ما خاصهم غير يركبوا، ما ترشحوا غير يركبوا، وعطى الله فين تنقصوا وتزيدوا للناس اللي خاصها تخدم والناس اللي موقفه البلاد، كله الا المعلم، كله الا الاستاذ. راه حشومه في وطن يعانوا في الاستاذ، راه تخاف على مستقبل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.